في قوله تعالى وقالوا ربنا عجل لنا قطنا قبل يوم الحساب، ما المقصود بكلمة قطنا؟ أي هذا واحد من الصغيرين في المسجد يقول قطنا، يقول نلبس الصغيرين ذلا يجي لهم عجائب. واحد يقرأ وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه، قال الشيخ ليش يعظه؟ قال بيفهم. وقالوا ربنا عجل لنا قطنا يعني نصيبنا من العذاب، يقولون السخرية واستهزاء، مثل ما في الآية اللهم إن كان هذا هو الحق من عندك فأمطر علينا حجارة من السماء وإتنا بعذاب أليم. فالقط هنا هو النصيب من العذاب، وهم يقولون ذلك سخرية. وقيل القط الكتاب، كتابنا عجل لنا ما كتبت علينا من الأقدار. نعم.